مكتبة يونيو. إخوان مصر، دكتور شيرين محمد فهمي، السقوط المدوي لجماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو لم يكن بين ليلة وضحاها، بل سبقه فشل مدوي في إدارة الدولة وتفريط كبير في فرصة حكم مصر بما يحقق مطالب الشعب وينهض بمقدراته. ومن ثم كان 30 يونيو لحظة الحقيقة التي هزمت مشروع الجماعة الإرهابي ومخططهم الذي يتنافى مع طبيعة مصر ومصالحها. مقدمات السقوط رصدها الكتاب الذي كان في الأصل رسالة للدكتوراه تقدمت بها الباحثة شيرين فهمي لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. اعتمد الكتاب في تحليله لمقدمات 30 يونيو على مقاربة هيكل الفرص السياسية، فرغم نجاح الجماعة الإرهابية في مرحلة الحراك الثوري واقتناسها الحكم واعتلائها السلطة في مصر، إلا أنها فشلت في الاستفادة من التغير الحادث في هيكل الفرص السياسية، وتسببت في اضطرابات اقتصادية وسياسية واجتماعية كانت سبباً مباشراً في إزاحتها. وقال الكتاب إن التغير في هيكل الفرص السياسية لم يدم أكثر من عام، ظهر خلاله سوء إدارتها في شؤون السلطة السياسية وضعف تحالفاتها مع القوى المدنية وعدم إدراكها لتحولات مزاج الرأي العام. وبحسب الكتاب فإن الجماعة الإرهابية امتلكت ذهنية الإنكار، ما عجل بغضبة المصريين تجاهها، ولم تعترف بالفشل رغم ظهوره لكل المقربين ومن طلبوا بمنحها فرصة، فلم تحدث أي نقلة نوعية ملموسة على صعيد جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، بل زادت حدة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري مثل البطالة والفقر والفساد وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتصاعد أزمة الطاقة بالبلاد وشيوع حالة من عدم الاستقرار. وعدد الكتاب جرائم الإخوان ورصد تورطها في هندسة الحكم بشكل يضمن أخوانة الدولة ووظائفها ودوائرها الانتخابية، كما تناست الجماعة الفرق بين إدارة الدولة وبين إدارة تنظيم سري، ما جعل ثورة الشعب في 30 يونيو نتيجة منطقية. مكتبة يونيو.